جماعة هذه أول مواقف ذكية في الكويت، سمارت باركينج، تخزين السيارات. طبعا هذا الموقف يشيل أبو 20 سيارة، شوفوا السيارة توقف هني يخزنها وتم استدعائها، زين استعادتها حسب ما يحتاجون. نظام تشغيل متخيلين لو هذا السمارت باركينج يتم تطبيقه في الكويت راح يحل أزمة مواقف موجودة في وايد أماكن، في مجمعات ووزارات وحتى العمارات. أبو 20 سيارة زين تخزنون في مبنى، يعني لو مواقف عادية كان مجاوز سيارتين، واحدة هني واحدة هني، لكن لأن سمارت باركينج تقدر تخزن 24 سيارة في موقف سيارة واحدة، أو موقف سيارتين عفوا، يعني كل السيارة 12 سيارة.